بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة إن شاء الله هيكون مباراة الأهلي والاتحاد. قبل ما أروح لماتش النهاردة عايز أتكلم في حاجة بسيطة كده على السريع في مسلسل التحكيم اللي احنا بقالنا فترة بنتكلم فيه. مسلسل التحكيم بيلقي بظلاله على مباريات الدوري العام لجميع الأندية، بصراحة محتاج وقفة. التحكيم لما تكون الأخطاء تقريبا في اتجاه واحد، لا يبقى في حاجة غلط. أنا مش بقول مقصود ولا بقول إنها فيها تعمد، لكن أكيد في غلط. اتحاد الكرة لازم ياخد باله من الموضوع دوت ولازم يصلحه ويخلي الحكام في قمة تركيزهم، لأن مش منطقي أبدا مع وجود تقنية الفار كمان كل دي أخطاء. وبعدين حتى الأخطاء في اتجاهات معينة، مش أنا اللي بقول كده، حضراتكم شايفين على الطبيعة. وخلي بالكم ده مش مبرر، أنا ما بتكلمش كمبرر. النادي الأهلي أكبر من إنه يتكلم على نتائجه عن طريق مبررات، لا، النادي الأهلي أكبر من كده. إحنا بنتكلم على واقع ملموس دلوقتي. حضرتك حكم الفار ده حاطط رجل على رجل وقاعد في غرفة مكيفة وقدامه كذا شاشة والكاميرات كلها قدامه، وبعد كده كمان إيه، اللعبة بتتعاد أكتر من مرة أكتر من مرة، وهو اللي يقول للحكم تعالى بص عليها، احنا شايفين في حاجه معينه، وهو اللي وبيتشاور مع الحكم في اللعبه. انما بقى لما بيبقى في العاب معينه واضحه جدا للنادي الاهلي، واضحه جدا على ضد المنافسين بتوعه، وتتعمل العكس، لا لازم يبقى في وقفه، لان الاخطاء دي مش في صالح النادي الاهلي. الاخطاء دي ما بتخدمش النادي الاهلي. انت انا مش عايزك تخدمني يا سيدي، انا عايز حقي. يعني احنا المباراه اللي فاتت بما فيهم الاستوديو هنا انتقدنا اداء النادي الاهلي واداء لعيبه النادي الاهلي، بس خلي بالكم انا عايز اكلمكم على موضوع الانتقاد ده، عشان في موجه كده ماشيه ان احنا بنهد في لعيبتنا. لا احنا ما بنعملش كده. خلي بالكم لازم يكون النقد بتاعك بناء مش هدام. احنا ده اللي بنعمله. احنا معترفين ان احنا وحشين، بس انا عايز اقول لك حاجه بقى، وانا وحش برضو مش واخد حقي. لو خدت حقي كنت كسبت. احنا معترفين ان احنا كنا وحشين، ولكن لو اديتني حقي كنت كسبت. ده مش مبرر. انما لو ترجع للماتش اللي فات، ذاكرت الماتش اللي فات، هتعرف ان كان في طرد، كان في 2 بينالتي على الاقل، واحده فيهم 100% بينالتي. طب ده يكفي ان احنا نكسب الماتش والكفه تبقى لصالحنا حتى واحنا وحشين. اقول لك على الماتشات التانية اللي ظلمنا فيها، عندك من اول الانتاج الحربي والبنك الاهلي وبعد كده بيراميدز، فاكرين طبعا كلنا ماتش البنك الاهلي كره ايمن اشرف، وفاكرين بعد كده كره محمد شريف البينالتي في ماتش بيراميدز، والجول اللي اتلغى بتاع بواليا، يعني كل ده فاكرينه. وفاكرين الماتشات بتاعه المنافس، وفاكرين ضربات الجزاء بتاعه المنافس. لا، والغريبه ان كل ده بالرغم من الاخطاء دي مش في صالحنا، الا ان المنافس طالع يشتكي عشان كانه بيبعد ايه الامور عنه، هو كده كده مستفيد، فبيحاول ايه يعكر الصفو باي طريقه. هو نظام ايه، عارفين النظام اللي هو خدوهم بالصوت، هو ده النظام. عموما بصوا، مش هنتكلم كتير في موضوع التحكيم لان احنا اتكلمنا فيه كتير، وفي ناس بتفتكر ان احنا بناخده كمبرر. لا مش مبرر، بس انا بقولك حتى واحنا وحشين انا ما خدتش حقي. لو كنت خدت حقي كنت كسبت.